نقدم لكم واحد المعسله رائعه جدا، انا جربتها وعجبتني وكنعاودها وكتعجبني وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. المقادير ديالها ممكن يكونوا عندكم في الدار، فغادي نبداو على بركه الله. بسم الله، عندنا اول حاجه واحد 125 غرام ديال الزبده ودوبتها، او 125 غرام اي نص ربع ديال الزبده، وعندي واحد البيضه، عندي واحد ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، حبوب الفوريه ممكن تعوضوها بالعجينه لما توجدت هذه ديال الحبوب، وعندي الماء ديال الزهر، عندي نصف ديال كاس ديال العنيبه تقريبا غنقولوا واحد 75 مليلتر، عندي واحد ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، عندي نصف ملعقه صغيره ديال الملحه او شويه ديال القبصه ديال الملحه، عندي ملعقه كبيره ديال الخل، وعندي خميره غادي نعمل غير ملعقه صغيره، وعندي فانيليا نعملو الساشي كامل. عندي هنايا بالنسبه هذه للعجين، عندي نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق العادي اللي كنعجنو به. بالنسبه ملي غادي نسالي العجينه ونجمعها ونخليها ترتاح وغادي نجيبها، غادي نحتاج غادي نحتاج اول حاجه الزنجل عندنا للتزيين، غادي نحتاجو بياض ديال البيضه، هذا نلصقو به العجينه ديالنا غتشوفوا كيفاش، وعندنا مايزينا اللي غنطلقو بها العجين، وهذا الزنجل اللي غادي نزينو فيه في الاخير، اذا هذا غادي نخليه واحد الاخر. بالنسبه كخص يكون عندكم واحد القطعه هكا تكون فيها هاد النويشات هادو، هاد الزيكزاك هذا، الا ما كانش ممكن تستعملوا غير الكاس ماشي مشكل. غادي نبداو على بركه الله، بسم الله. اذا بالنسبه للسيرو فعندنا قد الماء قد السكر، هذا هو اللي غادي تعملو، يعني باش كيجي السيرو ثقيل شويه تعملو قد الماء قد السكر اي كميه بغيتو. عندي الحامض واحد جوج ديال الشطوره ديال الحامض، اذا غادي نعملو الدقيق هو الاول. بسم الله بسم الله، غادي نعملو الملحه ديالنا، معلقه ديال السكر، ملعقه صغيره ديال خميره حبوب او خميره فوريه، نص ديال الباكيت ديال الخميره ديال الحلوى، نص باكيه، عندنا ملعقه ديال الخل، وعندي فانيليا، فانيليا غنعملها كلها، غنديرو الزبده ديالنا، حاولوا تهبطوها كلها لان الهواء كاين والهواء يبسها شويه، وغنعملو البيضه ديالنا مغسوله مسبقا. اذا وغادي نبداو العجين ديالنا، بسم الله بسم الله، غادي نخلطو، بحال اللي غنرملو العجين، اذا غادي نعملوه في فيلم اليمونتير ونخليه يرتاح، وغادي نشوف معكم السيرو ديالنا. اذا بالنسبه للسيرو كيف ما قلت لكم، فانا زدت ملعقه من هذا، دايرين عسل ديال التفاح، مذاق رائع جدا،
ممكن ما تضيفوش هاد الخطوة هادي، ممكن تخليو غير السيرو عادي. انا السيرو زدت عليه هذا كيجي بحال العسل الصراحة، وكنخلطو بما انه السيرو باقا سخون غادي يدوب. غادي نعجنوها شوية وغادي نرشو عليها مايزينا ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نطبقوها. وغادي نبداو على بركة الله، غادي نقطعو على هاد الشكل هذا، وغنعملهم عندي الصينية ونعملهم فيها. اذا غنبقى هيدا تنطبعها كامله ونرجع لكم ان شاء الله. اذا غنعملوا كل خمسه فوق بعضياتهم هذا الشكل هذا. اذا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه بياض البيض. غنبداو على بركه الله. اذا غنلصقوا الملا هادو اللي عندنا هنا، اذا غنعمل بياض البيضه بيدك هكا في الوسط. نعملو خمسه باش تجي مورده بزاف، اذا غنعملوهم هكا. دابا الان غادي نوض باش نقلي ان شاء الله، ونرجع لكم مع القو. كنضغطو في الوسط، كنسكيوها هكا الحلوه ديالنا على جوج، وكنجيو هنايا في الطرف كنشدوها وكنحشيوها في الزيت بهذا الشكل هذا. ما تخافوش من يد على يديكم، ما كتعمل والو. حتى كتقرب تجبر الشكل كنرميها، وكنعملو عليها الزيت، كنقلبوها، كنعملو عليها الزيت. ملي تشوفو الزيت إذا كيف ما كتشوفو، الحلوة ديالي هي واجدة. إذا الطريقة ديال التزيين ديالها بهذا الشكل هذا، غنعمل لهم شوية ديال السمسم. اذا هذا هو الشكل النهائي حبيباتي ديال المعسله ديالنا اليوم، جات رائعه. الحلوه ديال الوريده معسله بشكل جديد، كتحمق وكتذوب في الفم. كنتمنىكم تجربوها وتعجبكم. بالنسبه للمشاهدين اللي اول مره كيشوفونا وكيتابعونا على القناه،
شاركوا معنا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد من الفيديوهات ديالنا. اذا عجبكم الفيديو طبعا دعموه باللايك، وايضا شاركوه مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم، وجربوها جربوها راها غزاله غزاله ولذيذه كتذوب في الفم. اذا نشوفكم ان شاء الله الى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله.